تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق. جدد رئيس الوزراء تكليفاته بسرعة استكمال صرف التعويضات للمستحقين وفق الخطة الزمنية المقررة لإنهاء كافة التعويضات المستحقة. ووجه رئيس الوزراء بأن تكون هناك خطة زمنية للأعمال تتم متابعتها أسبوعياً، سواء لأعمال الإخلاء أو التعويضات أو مشروعات التطوير التي تتم بالمجتمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق. كما شدد على ضرورة عدم السماح بأي بناء مخالف بالجزيرة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم التي من شأنها النهوض بقطاع الصناعة والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في مختلف المنتجات التي يتم تصنيعها. جاء ذلك خلال لقاء مع مسؤولي مجموعة العربي لاستعراض المقترحات الخاصة بزيادة نسب التصنيع المحلي لمختلف المنتجات، حيث أشار رئيس الوزراء إلى ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على النهوض بهذا القطاع. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة نيجيني نوفغورد الروسية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية تجمع البريكس. من المقرر أن تتضمن مشاركة وزير الخارجية إلقاء كلمتين خلال جلستين للاجتماع، حيث يشارك في الجلسة الأولى حول التعاون في إطار البريكس والقضايا الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى جلسة ثانية حول صيغ التعاون مع الدول الشريكة الشريكة. الزيارة ستشمل أيضا عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع، ذلك لبحث سبل تعزيز ودعم العلاقات والتعاون الثنائي، بالإضافة للتشاور وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن أبرز القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة وجهود تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل بأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إن مشاهد القتل في النصيرات تثبت أن الحرب تزداد بشاعة، مشيرا لأن مخيم النصيرات يشكل بؤرة الفاجعة التي يعيشها قطاع غزة. ذكر جريفيث أن مخيم النصيرات للاجئين أصبح مركز الصدمة الزلزالية التي لا يزال المدنيون في غزة يعانون منها، لافتا إلى أن تناثر الجثث على الأرض يؤكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة. أدانت دول ومنظمات عربية ودولية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى. جاء ذلك بعد يومين من استهداف مدرسة تابعة لوكالة الأونروا تأوي نازحين فلسطينيين في المخيم. We'll be right back.
أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية عن المحتجزين قبل عملية الاستعادة التي قامت بها إسرائيل أمس. ذكرت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤول كبير بالجيش الإسرائيلي أن فرق جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ظلت موجودة في إسرائيل طوال الحرب لمساعدة المخابرات الإسرائيلية في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين. نفت القيادة المركزية الأمريكية سانت كام استخدام الرصيف البحري الأمريكي قبالة سواحل غزة في عملية تحرير المحتجزين الإسرائيليين من مخيم النصيرات في قطاع غزة. وأوضحت القيادة المركزية أن أي ادعاء باستخدام الرصيف البحري في عملية تحرير المحتجزين هو ادعاء زائف، مؤكدة أن الهدف الوحيد للرصيف البحري هو توصيل ونقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. هذا وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت المنطقة الواقعة جنوبي المرفق لإعادة المحتجزين إلى إسرائيل. قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز إن إسرائيل استغلت قضية المحتجزين لإطفاء الشرعية على قتل الفلسطينيين وتجوعهم وتروعهم في غزة. وأضافت ألبانيز أن إسرائيل كان بإمكانها إطلاق سراح المحتجزين أحياء قبل 8 أشهر عندما تم طرح أول وقف لإطلاق النار، إلا أنها رفضت ذلك من أجل الاستمرار في تدمير غزة والفلسطينيين كشعب. كانت قوات الاحتلال قد ارتكبت أمس مجزرة في مخيم النصيرات أسفرت عن استشهاد 274 فلسطينيا وإصابة أكثر من 698 آخرين بذريعة تحرير 4 أسرى إسرائيليين. حذرت منظمة العمل الدولية من أن الأسر في قطاع غزة ترسل الآن أطفالها للعمل من أجل البقاء، حيث تقترب البطالة من نسبة مذهلة تبلغ 80%، ذلك بعد مرور أكثر من 8 أشهر على اندلاع العدوان على غزة. وأكد تقرير جديد صادر عن المنظمة أنه على الرغم من أن الضفة الغربية المحتلة لم تشهد حربا شاملة، فقد تأثرت أيضا بشدة بالأزمة، حيث إن حوالي 1 من كل 3 عاملين عاطلين عن العمل. وأوضح التقرير أن هذه الأرقام ترفع متوسط معدل البطالة إلى 58% في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدفعي لأجزاء مختلفة من قطاع غزة، مما يفجر مأساة إنسانية تتصاعد بشكل لا يطاق. ويواجه الفلسطينيون في مخيمات النصيرات والمغازي ودير البلح أشد هجمات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعرضوا لقصف مكثف أودى بحياة الكثيرين وأصاب المئات. الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تلقي بظلالها القاتمة على حياة الفلسطينيين، حيث تتواصل المأساة بشكل لا يطاق، ويرسم القصف المدفعي الإسرائيلي المتواصل صورة مروعة للدمار والموت، ويعزز من معاناة الأبرياء الذين يفقدون أحباءهم ومنازلهم وأملهم في حياة آمنة. الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن قصفاً مدفعياً مكثفاً متواصلاً في أجزاء متفرقة من غزة استهدف مخيمات اللاجئين في النصيرات والمغازي ودير البلح، ففي مخيم النصيرات استشهد وأصيب المئات في أشد هجمات الاحتلال الإسرائيلي قسوة. فوق 20 طيارة، لقينا 4 طيارة، 2 هليكوبتر خطف الحديد و2 على البحر. بس احنا طلعنا المنظر استغربنا، فش شوية مدفعية شو اسمه العند بلوك 12 الجريس
صارت لحمة جزيفة وين عاد صارت صار البراش تنزل ما هي وتدور وتناض وطاخ كل فجأة مرة واحدة لا حذرونا لا رموا علينا مناشير لا ولا شيء صارت الأشلاء في الشوارع. في كل مكان تشتعل فيه النيران وتسقط القذائف يرتسم المشهد الأليم للنساء والأطفال الذين يجبرون على مواجهة الجحيم. بين الأشلاء والأشجار المحترقة يبكي النساء بحرقة على فقدان أحبائهم، وينادي الأطفال على آبائهم المفقودين، فتتعاظم معاناتهم ويتعاظم الجرح في قلوبهم وأرواحهم. دخلنا على المصلى ضلينا بالمصلى وخبط ورجع خبط رجع بعديها طلعت بدي اطلع صارت كله دم قطع دم والكلب هذا ما عرفنا شو نطلع ضلينا رجعت ضلوا يمشوا الدبابات يمشوا يروحوا والدار كلها حريقة والرواح الله لا يرد. وفي ظل هذه الكوارث الإنسانية تظهر بوادر الأمل والإنسانية في أعماق الظلمة، فالناس يتلاحمون ويقدمون المساعدة لبعضهم البعض بكل إخلاص وصدق سعياً لتخفيف الألم والمعاناة. ووسط الدمار الهائل الذي سببه الاحتلال الإسرائيلي في غزة يتبادل الفلسطينيون الدعم والعون ويثبتون أن الروح الإنسانية قادرة على البقاء حية حتى في أحلك الليالي. ومع كل شهيد يسقط ينبغي علينا أن نتذكر أنهم ليسوا مجرد أرقام، بل هم أرواح وأحلام وآمال في هذه الأرض الممزقة بحرب لا تنتهي. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة الذي يدخل يومه 47 بعد 200. وأفادت مصادر فلسطينية بأن عددا من الإصابات وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا شرق دير البلح، كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم المغازي، فيما تواصل إطلاق النار شرق مخيم البريج. وفي جنوب القطاع سمع عدوي أصوات انفجارات عنيفة وإطلاق رصاص من قبل الاحتلال في أماكن متفرقة بمدينة رفح الفلسطينية. يواجه النازحون في مخيم جباليا شمال القطاع صعوبات متزايدة في الحصول على مياه الشرب النظيفة. هذا وتحذر الأمم المتحدة من خطر انتشار الأمراض المعدية مثل الكوليرا بسبب نقص المياه النظيفة وتدمير شبكات الصرف الصحية. مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع في قطاع غزة تزداد معاناة النازحين، خاصة في ظل ندرة المياه بالقطاع بأكمله. في مخيم الجباليا شمال القطاع تصطف العائلات لساعات تحت أشعة الشمس في انتظار ملء أوعيتهم بالمياه التي يحتاجون إلى تقنينها بعناية. لا في مية ولا في أكل ولا في شرب، أولادنا ماتوا من العطش، إحنا متغسش وسخ في جسومنا، لا نخش الحمامات ولا عندنا أي وسيلة صمود ولا أي حاجة عندنا، لا مية ولا كهرب ولا أي حاجة. الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت بعض خطوط الأنابيب وآبار المياه، كما أن محدودية المساعدات التي تدخل إلى القطاع تزيد من صعوبة الحصول عليها. ودخلت القوات الإسرائيلية جباليا قبل أسابيع ثم انسحبت منها بعد أسابيع من القتال، ما تسبب في دمار هائل وأثر بشدة على البنية التحتية المحيطة. مشكلة حقيقية كما ترى، يعني نحن ننتظر احد المتبرعين مارقين الطريق او عابرين عابر سبيل يشوف يحن علينا يجيب لنا مياه. فيش عندنا مياه، فيش ابار، فيش ولا حاجه، في مصيبه، كارثه غير طبيعيه، كارثه كبرى. الحياه بالميه، فيش ميه، فيش حياه. الرسوم محروقه بشكل كامل، سود، يعني اواعينا برزنا صرنا زينا زي الشحادين، لا حياة مقاومات فيها ولا حاجة. وسبق أن دمرت الغارات الإسرائيلية 75% من آبار المياه في منطقة جباليا، فيما حذرت الأمم المتحدة من خطر انتشار الأمراض بما في ذلك الكوليرا في المنطقة بسبب نقص مياه الشرب النظيفة وسوء الصرف الصحي.
تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة لتغيير موقفها تجاه الأحداث في غزة، حيث تم الإعلان عن استقالة أكثر من 6 مسؤولين حكوميين احتجاجاً على سياسات الإدارة الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن، وتعبيراً عن عدم رضاهم واستيائهم من عدم قدرتهم على مواصلة العمل ضمن هذه الإدارة. أعلن هؤلاء المسؤولون استقالتهم بصراحة، فيما اختار آخرون الرحيل بصمت. تطورات مستمرة ووضع لا يهدأ، ويوما بعد يوم يزداد الغضب الشعبي والرسمي تجاه القيادة الأمريكية بسبب موقفها في غزة. في أحدث تطور على الساحة، أعلن أكثر من 6 مسؤولين في الحكومة الأمريكية تركهم لمناصبهم، معبرين عن عدم قدرتهم على مواصلة العمل ضمن الإدارة الحالية للرئيس جو بايدن، في حين اختار آخرون الرحيل بصمت. ووفقا لشبكة CNN الأمريكية، فإن هناك تعاونا بين مجموعة من المسؤولين الذين استقالوا بشكل علني احتجاجا على سياسات إدارة بايدن تجاه غزة، بهدف دعم المعارضة المستمرة والضغط من أجل تغيير السياسة الحكومية. الرئيس الأمريكي من جانبه يواجه ضغوطا متزايدة سواء داخليا أو خارجيا بسبب موقفه الداعم لإسرائيل بعد دخول العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة شهره التاسع. وعلى الرغم من تجديد لهجة إدارة بايدن مع التحذيرات المتكررة لإسرائيل بضرورة بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين والسماح بتدفق المساعدات، إلا أن السياسة العامة لم تشهد تغيرات جوهرية. شبكة CNN نقلت عن المسؤولين الذين استقالوا تأكيدهم أن آراءهم وخبراتهم ومخاوفهم لم تلقى الاهتمام الكافي، وأن الإدارة تغض الطرف عن الخسائر الإنسانية الناتجة عن الدعم الأمريكي لإسرائيل في غزة. المسؤولون المستقيلون أعربوا أيضا عن قلقهم من تأثير سياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب على مصداقية البلاد، مشيرين إلى أن الإدارة لم تقدر بشكل كامل هذا التأثير السلبي. هي إذن ضغوط متزايدة على الإدارة الأمريكية لتغيير موقفها تجاه حليفتها الأقرب إسرائيل بعد جرائمها المستمرة تجاه الفلسطينيين. رأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إسرائيل تعرقل جهود الإدارة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء حالة الحرب، ذلك بسبب هجومها الدموي أمس على مخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة لتحرير 4 محتجزين إسرائيليين. وذكرت الصحيفة أن الهجوم الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليص احتمالات الموافقة على الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة، وقف إطلاق النار بشكل دائم، وسحب القوات الإسرائيلية. تجمع آلاف المتظاهرين المؤدين للفلسطينيين أو المؤيدين للفلسطينيين قرب البيت الأبيض في واشنطن للتعبير عن غضبهم من الرئيس الأمريكي جو بايدن وسياسته التي وصفوها بأنها شديدة اللين تجاه حرب إسرائيل في غزة. عزز البيت الأبيض الإجراءات الأمنية بإقامة سياج إضافي قبل التظاهرة التي شارك فيها متظاهرون من مناطق بعيدة مثل ماين وفلوريدا. مع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة شهره التاسع، تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين قرب البيت الأبيض في واشنطن للتعبير عن غضبهم من الرئيس الأمريكي جو بايدن وسياسته التي وصفوها بأنها شديدة اللين تجاه الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة. المتظاهرون هتفوا من العاصمة إلى فلسطين نحن الخط الأحمر، ورفعوا لافتة طويلة كتبوا عليها أسماء الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية، وحملوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبوا عليها خط بايدن الأحمر كذبة وقصف الاحتلال ليس دفاعا عن النفس. ويتعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات شديدة في الولايات المتحدة، ويرى قسم من الأمريكيين أنه لا يفعل ما يكفي للتأثير في الحكومة الإسرائيلية والطريقة التي تنفذ بها العدوان على غزة.
ويدعم الرئيس الأمريكي إسرائيل بشكل غير مشروط منذ بداية الحرب في غزة، لكنه اعتبر في مارس أن هجوماً كبيراً على رفح الفلسطينية يشكل خطاً أحمر لا ينبغي تجاوزه. وعلى الرغم من ذلك شنت إسرائيل غارة قاتلة على المدينة في مايو، لكن البيت الأبيض اعتبر أن الخط الأحمر لم يتم تجاوزه. الحكومة الأمريكية شددت الإجراءات الأمنية بالقرب من البيت الأبيض تحسباً لحشود كبيرة، وواجه الرئيس جو بايدن اضطرابات في فعاليات حملة إعادة انتخابه بسبب هذه الاحتجاجات، واستقال العديد من المسؤولين من إدارته بسبب سياسته بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفين الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. بعد التحية دكتور سعيد، مظاهرات عدة نشهدها منذ اندلاع الحرب الأخيرة في قطاع غزة في كافة دول العالم وخصوصا في أمريكا، احتجاجا على ما يحدث من جرائم وعنف وتهجير قسري للفلسطينيين من أرضهم. برأيك هل من الممكن هذه التظاهرات أن تأتي بثمارها الإيجابية في تغيير مسار قرارات الإدارة الأمريكية والتخلي عن دعمها الدائم والمستمر والمستميت أيضا لقوات الاحتلال في الضفة الغربية؟ اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين، وعايزين نقول فعلا ان دي سياسه شديده اللين تجاه اسرائيل، داميه وعنيفه بطريقه وحشيه على قطاع غزه، ليس فقط على قطاع غزه ولكن ايضا على كل الاراضي الفلسطينيه والسلطه الفلسطينيه واخواتنا في فلسطين. وعايز اقول لحضرتك ان ده فعلا زي ما احنا سمعنا من التقرير، ان احنا يعني الناس في الولايات المتحده الامريكيه رفعوا شعار من العاصمه الى فلسطين نحو نحن الخط الاحمر، ده اشاره اللي حصل لما اتكلم بايدن ان رفح او مدينه رفح بالنسبه لهم خط احمر ولا يجوز على اسرائيل ان تدخل في هذه المدينه. ولكن عايز ارجع بحضرتك ان الموضوع ليس فقط من شهر مارس ولكن من حوالي 5 شهور، لما بدانا في 5 ديسمبر 2023 وكان في حوالي 3 رؤساء من الجامعات من الولايات المتحدة الأمريكية كانوا أمام لجنة مجلس النواب المعينة بالتعليم والقوى العاملة حول كيفية تعاملهم مع الحوادث المعادية للسامية في الجامعات، وخاصة جامعة كولومبيا، جامعة كولومبيا دي اللي انطلقت منها شرارة المظاهرات بالنسبة للطلبة. أنا أعتقد أن يعني البيت الأبيض بيحسب 1000 حساب للتهم الموجهة للرئيس بايدن أن من خلال انحيازه الغير العادل في نظرته للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وده أثر زي ما حضرتك قلت فعلا في جذب الناخبين سواء من العرب المسلمين الليبراليين اليساريين، وده ما بيمكن إعطاء الرئيس السابق دونالد ترامب فرصة كبيرة لهزيمة بايدن في الانتخابات القادمة نوفمبر 2024. وطبعا هناك استطلاعات رأي من كثير من مراكز الفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية بتوضح أن بايدن خسر فعلا 11 نقطة لدى الناخب الديمقراطي، حوالي 7% لدى المستقلين بسبب قراراته بشأن الحرب الجارية في قطاع غزة. أنا أعتقد أن مثل هذه المظاهرات وتكاتف القوى الشعبية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية المناهضة تماما، عايز أقول لحضرتك الشعب الأمريكي بيسأل ويتساءل لماذا كل هذه المساعدات العسكرية الضخمة بالنسبة لإسرائيل. فأنا أعتقد أن مثل هذه المظاهرات أعتقد أن ممكن تجني ثمارها، ولكن نخلي بالنا أن يعني هتجني ثمارها ممكن في المساعدات الإنسانية، في فتح بعض المعابر. لكن دكتور سعيد، هذا سيقودنا لهذا السؤال تحديدا، برأيك بعد كل هذه المظاهرات والاحتجاجات تنديدا بما يحدث الآن من دعم مستمر من القيادة الأمريكية لقوات الاحتلال في الضفة الغربية، هل من الممكن أن نرى ولو شأن بسيط في هذا المجال أو في هذا الصدد تحديدا من الإدارة الأمريكية أن تتنازل عن دعمها الدائم لقوات الاحتلال احتجاجا طبعا أو إرضاء للشعب الأمريكي وإرضاء للمسؤولين الحكوميين الذين قدموا استقالتهم احتجاجا على إدارة القيادة الأمريكية الحالية؟ خلي بال حضرتك احنا عايزين يعني خلينا كده نؤمن باحد الثوابت اللي بتقول ان الولايات المتحده الامريكيه سواء ساعدت او عملت مساعدات انسانيه او سواء استجابت لبعض هذه المظاهرات وبعض مطالب هذه المظاهرات،
المظاهرات، الولايات المتحدة الأمريكية هي الحليف الأول لإسرائيل، ولن ولم تتخلى عن مساعدة إسرائيل سواء إذا كانت عسكرية أو بالدعم اللوجستي بالنسبة لإسرائيل. لو تعرضت إسرائيل لخطر وجودي أو حتى هزيمة نهائية، وده دي الثوابت اللي موجودة في عقل كل القيادات في الولايات المتحدة الأمريكية، ده هيؤدي إلى تضعف صورة الحليف الأول لإسرائيل وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في عيون منافسيها الدوليين اللي هم الصين وروسيا. فأنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو رضغت لهذه المظاهرات لهذه المطالب سوف تكون من خلال الدعم الإنساني، المساعدات الإنسانية فقط بالنسبة لقطاع للسلطة الفلسطينية، ولكن لن ولم تتخلى عن هذه المساعدات العسكرية بالنسبة لإسرائيل. أنا عايز أقول لحضرتك إن هو اللي هي الحليف الأول، بالرغم إن يعني زي ما بتقولي حضرتك ان في بعض الاستقالات من الولايات المتحده الامريكيه، وبعض الاستقالات من مراكز كبيره جدا وقيادات كبيره جدا في الولايات المتحده الامريكيه. ولكن ارجع تاني مع حضرتك كده في شهر 2 لو نفتكر، في زياره نتنياهو للولايات المتحده الامريكيه كان بعض التاثير بالنسبه للراي العام للولايات المتحده الامريكيه مع بايدن، وده اللي كنا لاول مره نسمعه منذ سنوات، ان بايدن كان بيتكلم على حل الدولتين ومبدا حل دولتين. يبقى احنا بدأنا نلاحظ ان هناك تأثير على هذه المظاهرات، تأثير من الرأي العام الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، ولقينا الولايات المتحدة الأمريكية بتعيد صياغة مرة أخرى مبدأ حل الدولتين، وبتتكلم على ان لازم يكون هناك دولة فلسطينية بمقابل الدولة العبرية. وأيضا لو حضرتك تفتكري كمان منذ شهر لما منعت الولايات المتحدة الأمريكية تصدير شحنة من الشحنات الخاصة بالأسلحة لإسرائيل، فأنا أعتقد ان ده صور واحد اليات استجابه الولايات المتحده الامريكيه لمثل هذه المظاهرات. اشكرك شكرا جزيلا دكتور سعيد الزغبي استاذ العلوم السياسيه بجامعه قناه السويس، شكرا جزيلا لك. أكدت منظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من القيود الكبيرة إلا أنها تواصل الجهود الحثيثة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث وصلت شاحنة محملة بالكامل وأخرى محملة جزئيا بالمساعدات الطبية إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم. وأوضحت المنظمة أنه سيتم توزيع الإمدادات على المرافق الصحية لدعم علاج ما يصل إلى 44 ألف شخص، وشددت المنظمة على أن هناك حاجة ملحة إلى المزيد من الإغاثة بشكل عاجل، مضيفة أنه تم توثيق 464 هجوما على منشآت الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين عبر منفذ كرم أبو سالم من الجانب المصري لمعبر رفح البري. أدخلت مصر اليوم أكثر من 150 شاحنة بها عدد كبير من أطنان المساعدات الغذائية والطبية، ذلك بالإضافة لشاحنات الوقود. المزيد يطلعنا عليه محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم آخر التطورات أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري. ربما اليوم عادت حركة الشاحنات في الزيادة مرة أخرى، نتحدث عن دخول 164 شاحنة بالإضافة إلى شاحنات الوقود، 8 شاحنات للسولار، وربما عادت هذه الشاحنات للعودة مرة أخرى بعد أن أفرغت الحمولة الخاصة بها. عدد كبير من أطنان المساعدات التي تدخل يوميا، وهناك جهود مصرية مكثفة في زيادة هذه الشاحنات بالإضافة إلى الشاحنات المصطفى في الساحة الخارجية لمعبر رفح وأيضا في مدينة العريش. وربما التطور اليوم في دخول شاحنات السولار يعني لما لها من أهمية كبيرة في تشغيل المرافق الحيوية، سواء كانت المخابز أو المولدات الكهربائية التي تساعد في تشغيل المرافق الحيوية داخل
المستشفيات. نتحدث أيضا عن استمرار وجود سيارات الإسعاف أمام بوابة معبر رفح البري، وهنا نقطة هامة نؤكد عليها أن مصر لم تسحب سيارات الإسعاف ولم تسحب أي من خدماتها، لم تتوقف كل الخدمات التي كانت تقدمها مصر قبل إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وربما سيارات الإسعاف تتواجد بصفة مستمرة على مدار اليوم تحسبا لأي طوارئ في حال إعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، فسيتم استقبال الجرحى والمصابين وتقدم لهم مصر كما كانت تقدم في السابق كل الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة بها في محافظة شمال سيناء. ومع حدة هذا الصراع تتواصل الجهود المصرية بإنفاذ أكبر عدد من المساعدات الإنسانية والوصول إلى وقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح البري، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى. قتل شخصان في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، حيث أدت ضربات أيضا إلى اشتعال الحرائق وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وأوردت الوكالة أن مسيرة إسرائيلية نفذت عدوانا جويا بصاروخين موجهين استهدف مقهى ضمن محلات تجارية في بلدة عيطرون في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة في خبر منفصل بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة عنيفة على بلدة الخيام. قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة نقل بضائع أصيبت بصاروخ جنوب شرق مدينة عدن في اليمن، مضيفة أن حريقا شب على متن السفينة لكن تمت السيطرة عليه. وفي وقت سابق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية المتحدة إنها تلقت تقريرا من قبطان سفينة بخصوص واقعة على بعد 80 ميلا بحريا جنوب شرق عدن اليمنية. وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ذلك يوم 7 سبتمبر من عام 2024. كان تبون قد ألمح نهاية العام الماضي إلى ترشيحه لولاية ثانية. أكدت نجوى مكي المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن الوضع الإنساني في اليمن شهد تحسنا هشا على مدى العامين الماضيين بفعل الهدنة المستمرة إلى حد كبير بشكل غير رسمي منذ تبنيها عام 2022. أكدت المسؤولة الأممية أن هذا التحسن ترجم على أرض الواقع من خلال زيادة قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى المواطنين في كافة المناطق اليمنية على الرغم من المخاطر المستمرة التي تواجه. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تفاقم الوضع الإنساني في السودان، وأعرب تورك عن الصدمة العميقة لوقوع عمليات قتل للمدنيين في قرية ود النورة بولاية الجزيرة بالسودان التي تعرضت لهجوم من قبل قوات الدعم السريع باستخدام أسلحة ذات آثار واسعة النطاق بما في ذلك قذائف المدفعية. يأتي هذا في وقت حذر فيه عاملون في المجال الإنساني تابعون للأمم المتحدة
المتحدة من أن العنف المروع وخطر المجاعة لا يزالان يلاحقان شعب السودان. أكدت وكالة المخابرات الدفاعية الأوكرانية أن القوات الأوكرانية أصابت للمرة الأولى طائرة من أحدث جيل للمقاتلات الروسية Su-57 في قاعدة جوية داخل روسيا. وأشارت المخابرات الدفاعية إلى أن الطائرة كانت متوقفة في مطار يبعد 589 كيلومترا عن الخطوط الأمامية في أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والروسية. وتواجه أوكرانيا عملية عسكرية روسية واسعة النطاق منذ فبراير من عام 2022، حيث ينفذ كل من الجانبين ضربات منتظمة على بعد مئات الكيلومترات داخل أراضي الجانب الآخر بالصواريخ والطائرات المسيرة. قال القائم بأعمال حاكم مدينة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية في المنطقة الحدودية. وأوضح سميرنوف أن الجيش الأوكراني فتح النار على 9 مناطق حدودية ولكن لم تقع إصابات. أشارت وكالة أنباء تاس الروسية إلى أنه تم تسجيل هجمات بطائرات وذخائر في 7 قرى ومناطق صغيرة، وتم الإبلاغ عن أضرار طفيفة بما في ذلك سقوط خطوط كهرباء وأضرار في المركبات. أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومي بشمال أوكرانيا أن الجيش الروسي قصف الإقليم 26 مرة في آخر 24 ساعة. ذكرت الإدارة في بيان أن السلطات الأوكرانية سجلت إجمالي 59 انفجارا ناتجا عن القصف الروسي الأخير الذي استهدف العديد من أحياء وبلدات الإقليم. أظهرت بيانات حكومية أولية تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 1.7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024. التراجع في الربع الأول هو الانكماش الفصلي الثالث على التوالي على أساس سنوي في اقتصاد المملكة الذي تضرر من خفض إنتاج النفط وهبوط أسعار الخام. ذكر بيان مشترك أن الصين وباكستان اتفقتا على تعزيز التعاون في مجال التعدين ودعم تطبيق اتفاق لتعزيز تنمية التعدين والتعاون الصناعي. وأكد البيان أن الصين ستعزز التعاون مع باكستان في مجالات مثل موارد النفط والغاز البحرية، وستشجع الشركات الصينية على المشاركة في تطوير مناطق النفط والغاز البحرية في باكستان. وأعطى الاستثمار الصيني والدعم المالي لباكستان منذ عام 2013 دفعة للاقتصاد الباكستاني المتعثر، بما في ذلك تمديد القروض حتى تتمكن إسلام أباد من تلبية احتياجات التمويل الخارجية.
يواصل الأوروبيون في 21 دولة التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الأوروبية التي تشارك فيه معظم دول الاتحاد، وفي طليعتها فرنسا وألمانيا أكبر قوتين اقتصاديتين في الكتلة. ودعي بالإجمال أكثر من 370 مليون أوروبي للإدلاء بأصواتهم لاختيار 720 عضوا في البرلمان الأوروبي في انتخابات انطلقت في هولندا الخميس الماضي. في ختام ماراثون انتخابي قد يعيد تشكيل التوازنات السياسية في أوروبا مع توقع صعود اليمين المتطرف، تجري عمليات التصويت في 21 دولة لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي الجدد. أكثر من 370 مليون أوروبي يختارون 720 عضوا في البرلمان الأوروبي في انتخابات انطلقت في هولندا الخميس الماضي وفي دول أخرى من دول الاتحاد يومي الجمعة والسبت. استطلاعات الرأي تتوقع أن يخسر الليبراليون والخضر مقاعدهم، مما يقلل أغلبية يمين الوسط ويسار الوسط ويعقد الجهود الرامية إلى إقرار قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي أو زيادة التكامل الأوروبي. كذلك فالتوقعات بالنسبة لكتلة تجديد أوروبا الليبرالية قاتمة أيضا، نظرا للتوقعات بأن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان سيهزم حزب النهضة الوسطي بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون في فرنسا. ويتطلع اليمين المتطرف إلى الاستفادة من اعتراضات وشكاوى الناخبين الذين سئموا من توالي الأزمات على مدى السنوات الخمس الماضية انطلاقا من جائحة كورونا إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وفي هذا السياق حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر العرقلة بسبب الوجود الكبير لليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي. وهكذا ستحدد الانتخابات كيفية مواجهة الاتحاد الأوروبي للتحديات، بما في ذلك روسيا والمنافسة الصناعية المتزايدة من الصين والولايات المتحدة وتغير المناخ والهجرة. Nix, was?
البرلمان الأوروبي يعد واحدا من ثلاث هيئات تمثل السلطة التشريعية في دول الاتحاد الأوروبي. ويختار الناخبون في الانتخابات الأوروبية والتي تجرى كل 5 سنوات 720 عضوا بالبرلمان بين آلاف من المرشحين. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا جديدا تناول من خلاله ماهية علوم الجينوم وفكرة إقامة مشروع الجينوم البشري وأهميتها والتسلسل الزمني للجهود التي تمت في إطارها وقيمة علم الجينوم في الرعاية الصحية وأهم التطبيقات الطبية له وواقع وتطور مشروع الجينوم المصري والأفاق المنتظرة منه. وأوضح مركز المعلومات أنه في ظل عالم يتطور بشكل ديناميكي على المستوى كافة من حيث النمو السكاني وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية والوراثية وكذلك التطور العلمي، أصبحت المعرفة المسبقة للأشخاص الأكثر عرضة لأمراض معينة دون غيرهم وكذلك معرفة الأشخاص القابلين للنبوغ في مجال ما دون غيرهم أمرا ضروريا. كما استعرض التحليل مشروع الجينوم المصري مشيرا إلى أنه له مستقبلا واعدا فعلى مستوى تحسن الصحة العامة والمبادرات القومية وفي ظل العلاقة القوية بين مستوى الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة. أولت مصر في السنوات الأخيرة اهتماما خاصا بمستوى الرعاية الصحية حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لتحسين مستوى الصحة العامة لسكان مصر والحماية من تفشي الأوبئة. أكدت الحكومة أهمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي التي شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الماضية لا سيما عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. جاء ذلك خلال لقاء عبر الفيديو كونفرنس عقدته وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع جيرتيان كوبان المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضيات الأوروبية لمتابعة استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري. الاجتماع بحث كذلك موقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة 1,800,000,000 يورو بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. أكدت الهيئة المصرية للشراء الموحد أن المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي أصبح بمثابة منصة للأطباء الأفارقة للحديث واستعراض القضايا التي تهم القارة ودور مصر في التعاون مع كافة الدول الإفريقية ذلك لتحقيق الأفضل للجميع. جاء ذلك خلال إصدار النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض من بيانها الختامي متضمنا عددا من التوصيات للنهوض بمنظومة الصحة في القارة الإفريقية. ووجه المشاركون من الخبراء والأطباء الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسي على وضع المؤتمر وجميع فعالياته تحت رعايته فضلا عن التأكيد على الالتزام بتحقيق تطلعات أجندة إفريقيا 2063 وما تضمنته من حصول المواطنين على خدمات رعاية صحية. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية ولا يتبقى فيها سوى التذكير بأهم ما ورد بها من عناويننا.
مدبولي يتابع تنفيذ أعمال التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، ويؤكد التعامل بحسم مع أي محاولة للبناء المخالف. جريفيث يؤكد أن مشاهد القتل بالنصيرات تثبت تزايد بشعة الحرب في غزة، وإدانات عربية ودولية للمجزرة الإسرائيلية. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الوضع الإنساني في السودان، وتعرب عن صدمتها لوقوع عملية قتل للمدنيين بولاية الجزيرة. نهاية نشرة الثالثة قدمناها لكم من التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.